نمزح معك احضر ما لي ما خلصت خلصت شو حلو من القفله يعني لو واحد انه تو مست يعني نوت تو مس طيب محمد وحنان محمد حبيبي شيء حلو حلشك بالحلو شغله واحده حلوه انه ما عملت جريماس ما عملت ما حركت وجهك هذا تعلمت وباقي كله بلح يعني هذا اول شيء تم هذا اسمه ديو ما حلو ابدا ما حلو ابدا كيف تجي اجتك طيب هذا الديو ما حلو ابدا بالنسبه لي طبيعي نبلش اول شيء انت لورا انت عندي يعني ماشي عكس الترين الترين بيمشي دغري انت يعني بيقلع وخلص بيمشي انت قلعت وقفت خي ومش عم تقلع بقى بلشت حلو باول ما بلشت بستار اكاديمي هلا برابع برايم رابع والثالث انا الرابع عندكم الثالث عندي انا مغلبت المهم بالثالث برايم عندي بلشت يعني واقف محلك ومركب اريير كمشيات واقف فيكم واقف يعني في حدا واقف معنا بالاكاديمي هلا بقول لكم عنه بعد شوي وعارف حاله وطلع فيه هلا ايه بس انت مركب اريير وسريع طيب و حنان حكيت عن قصة عيون انيس بحكي عيونك في فراغ واضح بعيونك في خوف في تركيز على شيء لتغني الغنية غني بدي لك شغله اوكي ما تسمع حالك نسيت كلام هذا كله لا لا, لا 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 انا سمعت ايه نسيت الكلام بس بدي لك شغله بهذا الديو مش انت المظلوم هي مظلومه يعني انت المفروض تغني هي طبقتك مش طبقتها هلا هي شوي واطيه الغنيه بس انه انت مظلوم هي مظلومه مش انت المظلوم والدليل انه هي غنت احسن منك هي مظلومه وهي غنت احسن منك حنان انت غنيتي احسن منه بس مش هي حنان اللي انا مفكر فيها بعد في اشياء كثير يعني بعد في اشياء كثير ان شاء الله ان شاء الله ليكي عملتي ستيب فورورد هذيك جمعه بهالجمعه كانك هيك وقفتي يعني غنيتي احسن منه لانه عم نقيسك على حدك ما عم يقيسك على البرفورمنس اذا بقيسك على البرفورمنس اللي ما قطعت قبل بقول لا انت وقفتي يعني كانك هيك وقفتي محلي اتس نوت ومنا دو برفورمنس بس فيها شيء احسن منه طيب كاحساس وما بعرف صراحه ما حبيت الديو اثنيناتكم مش 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 اوماجين مش ركبين حتى لا بس انا عم بحكي عن حالي صح شو عم بحكي عن حالي حنان يور عادي منك عاطله بس منك حلوه منك حلو يعني منه مغنى حلو سوري منه المغنى اللي انا مستنظره منك وزيت شيء من محمد كمان محمد غريب واحد يبلش وبيكمل بيقلع بالعكس بيطلع ستيبس بيطلع سلم انت اخي واقف شو صار اي دون نو اخي بتضعت مبسوط هون مبسوط هون مبسوط زعلان حدا زعجك كذا في شيء لا شو لازم مش معقول لوحدك ما يوقف الوقفه مش معقول بتغني هالقد قلت لك حلو كثير اول برايم وهلا فجاه تعمل هيدي هالجاب غريب ضدك كثير هالقصص بتخوفني انا بعدين بتوقف على نوت يا حبيبي بدك توقف لو كنت نسيت اعمل فيبراتو يا اخي نسيت مثلا زيدها يا اخي عندك هيك بس ما في شيء واو ما في شيء زياده ما في شيء انتو بعد ما شفت حدا لهلا عم بيزيد شيء على الغنيه كله عم نغني سيف مثل ما بده الاستاذ مثل ما طالب مني الاستاذ بس انتو يا خي بستار اكاديمي انا بقول لكم ستار اكاديمي كلمه ستار يعني نجمه نجوم يعني انتو جايين هون لتصيروا نجوم او فيكم شيء لازم العالم تشوفه مع الوقت بتشوفه موجود شيء فيكم بس مع الاساتذه والشغل على مثل ما تحاله بروجرام تالنت شو بالعالم يا خي بفوت شيء وبيطلع شيء من البروجرام انتو بتفوتوا بتضلكم ضايعين بتصيروا ترغوا 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 في او ناس توقف او ناس تضرب فريمات او ناس تشتغل على حالها مثل ما بال مثلا مش معقوله شو حلو واحد يحس انه فات شيء وبلش يطلع من هون عنده شيء ما يخليكم شغلنا على الفاضي ويجي نحكي انه لنحكي ونضحك الناس علينا ما بعرف انا برايي شوية جديه اكثر بالشغل بليز محمد شوية جديه اكثر وضعك خطير مثل انيس يعني طيب